بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم راح نتحدث عن يونت 31 واللي هو الهاف تو والمست. طيب، يقول لك الهاف تو ملاحظة تستخدم مع الشيء الضروري والذي يجب القيام به، مع الشيء الضروري والذي يجب القيام به. الهاف تو هي الشيء الضروري واللي لازم احنا نفعله، شيء ضروري ولازم احنا نفعله. You can turn light right here. ما تقدر تستدار على الجهة اليمين. You have to turn left. انت لازم تروح. شيء ما تقدر تسوي، يعني شيء لا يمكن القيام به. طبعا هاي هي الهاف تو. لازم اقول لكم شغلة، بانه الماست اقوى شيء. اقوى شيء هي الماست، وعلى حد الهاف تو. يعني الهاف تو شيء يعني شلون، مثل ما اقول لك يعني ضروري. ضروري يعني تقريبا شبه اجبار. I have to wear glasses. انا لازم البس نظارات. يعني I am apologized. انا كشخص مجبر انه اعمل هذا الشيء. هذه هي الامثله قدامكم. He has to work. طبعا have to او has to نفس الشيء. Has to المفرد. He has to work late. طيب بالماضي had to، اذا كانت الجمله ماضي. مثلا هسه عندي last week، ايضا هو يا يجب، ولكن في الماضي had to. We use do or does or did in questions and negative. بالنسبه للhave to، اذا ردت انفيها، اكتبها ملاحظه. الhave to اذا ردت انفيها اقول do not او does not. do هي الجمع و does هي المفرد. does not هي المفرد، does not have to هي جمع، do not have to. طيب ويا الماضي نستخدم did، don't، didn't، وهذا بشكل عادي. يعني didn't في الماضي، يعني في حالة النفي did not، وفي حالة السؤال did you، did you have. راح أعيد هالملاحظة. شلون أنفيها have to؟ عندي have to بالمضارع أقول don't، بالماضي أقول didn't، بالمضارع أقول do does مثل ما تعرفون. فمثلا من قايل لك you don't have to، مثلا كارين doesn't have to، did you have to، هل يجب عليك. فهذا هي بالنسبة لي النفي. بالنسبة لي ال have to من تحطها بالماضي تحط صير did. وحتى ذا اقدر اقول I will have to عادي، يعني بالمستقبل يصير اقول I will have to، I am going to have to، I might have to، عادي مو مشكلة. طيب يقول لك we can use must or have to when you given opinion. من تنطي رأي عادي إذا استخدمت must وال have to مو مشكلة. من تنطي رأي عادي تستخدم ال have to مو مشكلة. طيب يقول لك إن استخدم ال have to، ملاحظة مهمة اكتبها يمك، يجب استخدام ال have to عندما شخص خارجي يجبرك على القيام بشيء. من يكون أكو شخص خارجي يجبرك على شيء معين، وهاي ما تكون رأي. دائما الهاف تو ما تكون رأي، مو رأي، تكون إجبار. يعني I have to work، أنا لازم أعمل. ولكن المست أقوى من عده. هاي المعلومة لازم ما ننساها. I have to work، أنا لازم أعمل من 8:30 ل 5:30. إذن هذا مو رأي، هذا الشيء ثابت. John has traveled last for a week. وصلت قد، يعني has to يجب أن تصل. ملاحظة كلش مهمة، تستخدم المست مع القوانين والتعليمات. قانون، تعليم، نصائح، شيء ثابت، رسالة، شيء ثابت. يعني the job must be received، التطبيق للوظيفة، التقديم للوظيفة لازم يوصل يوم 18. هذا هنا قانون. seat belt must be worn، أحزمة الأمان يجب أن ترتدى، هذا قانون. طيب ملاحظة مهمة جدا أخرى، لا ليس للمست ماضي. المست ما لها ماضي، المست ما لها ماضي. زين المست شلون إذا عندي إجبار بالماضي أحط الهاتو. أقرب شيء عليها هاتو، أقرب شيء عليها هاد تو.
يعني ممكن الأستاذ يجيب لك جملة ويقول لك صحيح أي خطأ. I went to the meeting. أنا ذهبت إلى الاجتماع البارح. But I must leave early. هاي شلون رحمت؟ هاي غلط. لازم أقول had to. طيب. اكتب لي ملاحظة في حالة المصنت، فأنك مصنت بمعنى أنك لا يجب القيام بشيء ويكون هذا الشيء خطير، شيء خطير لازم ما تسوي ويكون شيء خطير. This is secret، هذا سر خطير، خطورة. طيب وإذا خطورة you mustn't. I promise، أنا أعطيتني وعد، خطورة هذا promise وعد، mustn't كأي mustn't. وطبعا ال don't have to يعني بمعنى لا يجب على ذلك. You don't have to come، انت ما لازم تجي، يعني ماكو خطورة هنا ماكو خطورة. You don't have to come with me، I can go alone، انا اقدر اروح وحدي، هنا ماكو خطورة. شوف تلاحظ هنا ما في خطورة، يعني I don't have to be at meeting، بلا ما يحتاج انا اكون بالاجتماع. طيب وايضا نقدر نستخدم ال have got to بدلا عن ال have to، هاي ملاحظة جانبية يعني لا أكثر ولا أقل. طيب. هذا كل ما يوجد بالنسبة ليونت 31. أي سؤال أو استفسار تقدر تتركه بالتعليقات وأنا حاضر.